يا مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم، بنرحب بيكم من مصر. هنبدا معاكم النهارده سنه جديده، يا رب نكون وفقنا في السنه اللي فاتت مع حضراتكم. سنه كانت صعبه بكل تاكيد، ولكن نتمنى ان احنا نكون يعني تركنا اثر ايجابي او بصمه ايجابيه عند حضراتكم. برحب بيكم في الاحتفاليه الخاصه، حلقه احتفاليه في من مصر، معانا مفاجاه جميله جدا لحضراتكم. ولكن بدايه لازم اقول لريهام كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا عمرو، كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا بنعيد عليكم بمناسبه انكم كنتوا معانا في الحلوه والمره في البرنامج على مدار سنه. النهارده احنا بنحتفل بمرور عام على برنامج من مصر. طبعا السنه كانت صعبه، وكان لينا لقطه مهمه قوي فيها ان احنا خرجنا بهذا البرنامج من بيوتنا وقت ما كان في حظر، وقت ما كان في التزام شديد جدا، وكان ده طبعا بسبب فيروس كورونا. كان لينا كمان لقاءات مهمه، كان لينا موضوعات حضراتكم شاركتونا فيها، وكنتوا انتوا السبب في اننا اخترناها علشان تاخد مساحه في حلقات برنامج من مصر، وناقشناها مع الاساتذه والمتخصصين والخبراء ومع حضراتكم عبر صفحتنا. ان شاء الله يا رب نكمل الطريق مع بعض، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وتكون نسبه المشاهده من حضراتكم اكبر، والدايره دايرة النقاش توسع كده ما بيننا من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة وإحنا بنحتفل اخترنا في الاحتفالية اللي بيشاركنا فيها وجه من مصر نجح بصوته الجميل، لأنه كمان الحقيقة هو ورث الفن الشعبي الأصيل اللي أثر فينا وأثر كمان في أي حد من الوطن العربي بيسمعه، لأنه من جذورنا بيرجعنا لمصريتنا كل ما نسمع الأغاني الحلوة للريس متقال. النهاردة إحنا بنستضيف حجازي متقال، أهلا بيك وفرقته طبعا، سعداء بوجود حضراتكم كلكم. الله يخليك، إحنا سعداء بوجودنا معاكم للسنة الأولى لبرنامجكم الجميل من مصر. يا رب يخليك، ده إحنا سعداء لأن أنتوا أنت والفرقة والناس الفنانين الجمال دول انتوا وجوه حقيقيه لمصر. تسلم. الوجه المصري الاصيل والغناء المصري والفن المصري الشعب الاصيل. الله يخليك. فاحنا سعداء ان احنا معاكم النهارده. ده من ذوقك طبعا، يا رب ربنا يوفقكم دايما، ويا رب كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتوا طيب بألف خير. دي كده بدايه حابين نقول لحضراتكم، احنا برنامجنا اسمه من مصر، احنا بندوب في كل حاجه جايه من البلد دي وخارجه من البلد دي، بثمرها بجمالها بطيبه اهلها بالفن الجميل بتاعها. فخلونا نستمتع بالفن المصري وبالتراث المصري الجميل. ويا سلام بقى يعني الرئيس متقال، يعني رحمه أيوة. الله عليه، وابنه بقى الرئيس حجازي متقال. الله يخليك. فمفيش اجمل من كده، وهي دي الحلاوه. واتفرج على الحلاوه، اتفرج على الحلاوه. ماشي، احنا هنبدا يعني. بقى طالما قلنا من مصر يبقى هنبدا من جنوب مصر. الله. من بلدي والاصاله للوكسور، وتحيه للوكسور واهل الوكسور، ونلعب لوكسور بلد يلا. أحسن. الله يخليك.
قلبي حبيبي يا ريس. الأقصر والأغاني الحلوة اللي انت طبعا الأقصر من كمان من البلاد الجميلة، بلدنا طيبة القديمة. أيوة. وتلت آثار العالم وكل حاجة حلوة. حلوة الأغاني إنها تفضل عايشة معانا يعني. الأقصر بلدنا دي أنا متهيألي مش بس في مصر، العالم العربي كله حافظها ويحب يسمعها دايما. سر النجاح للأغاني دي اللي هي يعني مستمرة وباقية كده أكتر مننا، هي عايشة كده فعلا على طول. عايشة يعني. دي الأغاني يعني ده التراث المصري الأصيل اللي على مر العصور كل الناس بتحبه وأجيال طالعة يعني. أنا ربنا يديني يا رب الصحة كده، رب يديك الصحة وإن شاء الله يعني التجديد في الفلكلور وبدعمكم طبعا للفلكلور المصري هيوصل لمكانة حلوة إن شاء الله. خد بالك إن الفلكلور المصري كل ما بيقدم كل ما الناس بتتعلق بيه أكتر. مزبوط. يعني بنلاقي أولادنا لما بيسافروا الأقصر وأسوان ويسمعوا الأقصر بلدنا بلد سياح بيرجعوا بيغنوها وهم لسه أطفال صغيرين. صح. ده حقيقي، ده موجود في الوجدان يعني ما بيروحش. ده حقيقي طبعا الحمد لله. طبعا احنا يعني شعبنا شعب اصيل وما بننساش ابدا يعني ماضينا ويعني التراث والفن الشعبي الاصيل. الشباب لما بيروحوا الرحلات بتاعت الاقصر واسوان في نص السنه فعلا شكل الحناطير معانا في طبعًا. الفيلم الجميل اللي كان عامله الاستاذ محمد رضا كان جميل جدا. طب قول لي بقى يعني عايز اعرف الفرقه الجميله دي اللي النهارده منورانا في الاستوديو، الالات، الناس، يعني العشره الحلوه اللي بينكم اللي مخلياكم يعني بتحيوا كل الاغاني الحلوه دي وبتقدموا الجديد طبعا. طبعا هي عرفنا بقى فرقتي دي احنا مكملين مع بعض يعني دلوقتي احنا بقالنا يعني ان شاء الله 14 15 سنه احنا مكملين ولسه هنكمل اكتر طبعا وبنضيف الات جديده على الفلكلور وده بيبان في التوزيع الاغاني الموسيقيه يعني. حلو قوي. طيب اكيد المشاهدين الكرام اللي معانا في احتفاليتنا النهارده بعيد ميلاد البرنامج عايزين نقول يعني اسكت انت عمرو شويه وادي الفرصه لحبايبي. طبعا انا مبسوط ان انا معاكم النهارده وانا يعني ده حاسس ان ده فرح فاحنا هنغني كل اغاني الحبيب ربنا يخليك. اسمك مرتبط بالافراح، حجازي متقال يبقى في فرح على طول. والله يعني ده من يمكن من عند ربنا طبعا ودعاء ابويا الله يرحمه وامي ليا. ان يعني احنا بنختار يعني بنحب البهجه، بنحب الفرح، بنحب نفرح الناس، بنحب احنا نفسنا نفرح يعني. الفرقه بتاعتي كلها يعني لما بتيجي تبقى في فرح بيحس ان ده فرح ابنه، فرح اخوه. ما بنكونش رايحين شغل، عشان كده ده بيظهر للناس او للجمهور ان انت جاي فعلا فرحك تفرح معاه بيطلبوا بقى اغاني الشغل بس. يعني احنا هنغني مثلا دلوقتي اساسي ده أساس. بصي اول ما بتدخل المكان رقم واحد طبعا كل اغاني الريس متجال احنا عايشين بيها وده يعني لو عملنا ايه مش هيوفي كلمه صغيره. طب بص الصوره الحلوه اللي معانا دي الله الله ده بقى عمي الله يرحمه عم شمندي ده من الناس برضو اللي كانوا ده الرئيس متقال ده ايوه كده العيله معانا على فكره ما تقلقش لا ما انا عارف ده الرئيس متقال الله يرحمه الله يرحمه يعني انسان لف العالم وكان اخوه عم شمندي برضو اللي كان في الصوره اللي قبليها هم الاثنين شركاء نجاح بس عم شمندي كان بيغني حاجه في السيره الهلاليه يعني هو كان مغرم فليه جمهور معين قصه ثانيه غير الرئيس متقال الرئيس متقال حبيبنا رحمه الله عليه الله يخليه ليه. طيب يا سيدي تسمعونا ايه دلوقتي متعودين والله احنا ممكن نسمعكم مثلا فرح يا عروسه عشان معانا عريس كان مكلمني في التليفون كتير وعندنا اغاني كتير انا بس دي نبدا بها مثلا فرح يا عروسه يا عروسه كويس يلا موافقه يا عروسه حاضر يلا شباب فرح يا عروسة يا عروسة يا عروسة فرح يا عروسة يا عروسة يا عروسة عروسة حلوة جبلتني بعيونها بربشتني نظر قشطة مرمرتني غمزتني وعكستني بصراحة روشتني دلعتني جننتني
مصر واحلى برنامج من مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين. سي بي سي ورجاله السي بي سي. هو 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 يلا يلا برنس. بحبك 6000 مره وزود صفر بالمره وضيف لي ده كله عايز اقول لك الراجل الطيب. أيوة ده جميل. لا عم عصام ده انا سايب الحوار كله. أيوة. وبركز مع عصام. انا بحييك يا حاج عصام. انا اسمع عصام العصام يا جماعه. لا والاغنيه الجايه بقى هتطلع معانا هنا هيجي سنه هتمد خطوه واحده واحده جنبك زي السكر كله عصام والله. أيوة. عم عصام من الناس الاقدم حد في الفرقه يعني يعتبر عندي ربنا يديه الصحه من الناس المحترمين اللي ما بتغيبش خالص. يا رب يديه الصحه. انا عجبني في الاغنيه وانت عمال تقول 9-9 فالرقم ده عجبني. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت عملت 9 نقول الله 9 الرقم ده عجبني. يعني احنا بنهدي النفوس. انت فاهم بس احنا مش جايين نحتفل ولا حاجه ولا قصدنا حاجه. انا وانا تممت قبل ما اقعد وقلت لهم ارفعوا ايدكم ناس كتير طبعا برضو. بص هو اولا هارد لاك للزمالك طبعا واحنا يعني ماشيين على شعار سياده الرئيس لا للتعصب طبعا. فاحنا نكسب انتوا تخسروا ده امر ربنا. فالتسعة للاهلي دي حاجه روح رياضيه يعني روح رياضيه. حاجه ثانيه يا جماعه عايزين تقولوها خلاص والله خلاص هتخسروا اكتر من كده. انتوا تخسروا ده عادي ده بيتقال عادي على طول كده. انا بحيي طبعا النادي الاهلي اهلاوي. انت حتى متعصب؟ لا مش متعصب. انا اهلاوي. لا لا سمح الله كل ده مش متعصب. لا لا للتعصب والله يعني انا لو حد زملكاوي ما كان عمل اغنيه للزمالك ما كنتش هزعل طبعا. طبعا انت عملت يعني اغنيه للاهلي. انا عملت اغنيه للاهلي والحمد لله وشي كان حلو عليها. ده قبل البطوله على طول. انا كنت يعني متفائل خير مبدئيا وعملت الاغنيه دي قبل الماتش بحوالي 20 يوم ونزلتها قبل الماتش بثلاث ايام او يومين بالظبط. انا سمعتها فعلا قبل الماتش بس ما كنتش عارف هل انت كنت شايلها ومخبيها مدكنة. من السنه اللي فاتت مثلا فقلت تاجلها فايه بالظبط؟ لا والله احنا دي كانت وليد النهائي ب 20 يوم بالظبط يعني انا دي كانت كلمات وليد جنيدي
ولحن منعم وتوزيع ميدو مزيكا. طب ليه ما عملتش للاثنين؟ والله دي كانت زي صباح ان في ناس كثيره قوي غنت للاثنين. هي دي كانت فكره عاطف اخويا بصراحه، بس كانت فكره فاشله يعني. ليه ما اقدرش ليه كده؟ لا للتعصب حضرتك، انا راجل اهلاوي. هو كان غنى للزمالك، انا قلت هو زملكاوي. اه زملكاوي. طيب تمام، معلش عاطف فضلك ده، معلش. لا ان شاء الله باذن الله اقرب بطوله للزمالك اتوقع من عاطف متقال وحجازي متقال اكيد. يعني نسمع حاجه كده اكيد قريب، بس نسمع الاهلي الاول. نسمع الاهلي طبعا، نسمع التاسعه. اه ونقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي، مبروك طبعا للنادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك. وهارد لك للزمالك طبعا. اتفضل يا فندم. يلا يا فندم. يلا مشجعين الاهلي فين؟ الله شفت. طب شفت الله. انت تلف الدور يا كاس، روح شمال يمين، مستني على مهلي. ولا انت يا كاس فاكر نفسك هتروح لمين؟ ما اخرك للاهلي. انت تلف الدور يا كاس، روح شمال يمين، مستني على مهلي. ولا انت يا كاس فاكر نفسك هتروح لمين؟ ما اخرك للاهلي. ويا شبكة تستاهلي التسعة للأهلي، ويا شبكة تستاهل التسعة للأهلي. والكورة ليها سلاطين، واحنا اللي جدنا مين؟ ده الأهلي ده حبيب الملايين. ولا تلف الدور يا كاس، شمال يمين، مستني على من؟ ولا انت يا كاس فاكر نفسك هتروح لمين؟ ما اخرك للأهلي. ويا شبكة تستغلي التسعة للأهلي، ويا شبكة تستغلي التسعة للأهلي، ويا شبكة تستغلي التسعة للأهلي، ويا شبكة تستغلي التسعة للأهلي. والكورة ليها سلاطين، واحنا اللي جدنا مين؟ ده الاهلي ده حبيب الملايين. انت اللي في الدور يا كاس، روح شمال يمين، مستني على مهلي. ولا انت يا كاس فاكر نفسك هتروح لمين؟ ما اخرك للاهلي. ويا شبكة تستاهلي التسعة للاهلي، ويا شبكة تستاهلي ان شاء الله العشرة للاهلي. شبكة تستاهلي العشرة للأهلي، ويا شبكة تستاهلي العشرة للأهلي. والكورة ليها سلاطين، واحنا اللي جدنا مين؟ ده الأهلي ده حبيب الملايين. الله عليكم. ايه العظمة دي؟ ايه العظمه دي؟ العشرة بقى، العشرة ان شاء الله للاهلي. اسمها العشرة في البرنامج. العشرة. انا عايز اقول لك، هتبص تلاقي عرسان في خلال الايام اللي جايه دول، وربنا يستر بقى ان شاء الله. ان شاء الله. صعب تعملها في فرح برضو، ما انتش ضامن الامور واصله لفين. لا في افراح عايز اقول لك يعني اهلاويه، العريس بيبقى اهلاوي جدا جدا. والعروسه بتكون زيه، بيبقوا عاملين الفرح ده حاله. رحنا مره يعني كان اهلي كسب مره بطوله من سنتين او ثلاثه. أيوة. وكان الفرح كله يعتبر يعني ما فيش زملكاوي غير فرقتي. بس يا حبيبي ربنا يسعدك، الله يخليك، يسعد الناس كلها. يعني احنا هنشوف دلوقتي بقى مع بعض كده، على بال ما نجهز الاغنيه اللي جايه، حصاد لبرنامجنا. بس في ناحيه معينه، احنا طبعا كان عندنا سياسه، اقتصاد، كان عندنا صحه، صحتها كانت كبيرة طبعا جدا السنة دي، والفن. خلينا نشوف الحصاد الفني دلوقتي، ونطلع فاصل ونشوف الحصاد ونرجع مع بعض تاني. خليكم معانا. إن كنت تبحث عن قوة مصر فالفن هو عنوان القوة الناعمة. فمن مصر الوطن انطلقت الفنون، ومن مصر البرنامج. قدمنا الفن بشكل مختلف، فكان النجوم ضيوفنا، وقضايا الفن وجديده هي موضوعاتنا
على مدار عام كامل. عايز انزل اعمل بروفات عشان لما المسائل تتحسن تترتب اعرض، مش هبدا جاهز. مش هبدا بروفات. أيوة. لانه فنان قدير واثبت وفاءه لزوجته التي بكى على فراقها اشد البكاء، كانت حلقة من مصر مع الفنان رشوان توفيق. في المال والبنون كان كمية نجوم رائعة. حالة الجدل التي تسببت بها أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية كانت الدافع للاقتراب من أهم نجومها عمر كمال وعبد الباسط حمودة. العزال حاسدين عليه عكمال اللي في عينيه يسيبيني أطرح حياتي وسنيني أتوه مش هلاقيني. وبطلة مدهشة حلت الفنانة القديرة فادية عبد الغني ضيفة كريمة على من مصر. تاخدي ماتيريال من الحياة من الناس الفلاحين بيعملوا ايه وبتضيفي عليها بعض شوية حاجات كده فبتطلع لذيذة. هو صاحب طلة مميزة وتميز في مختلف الأدوار التي قدمها كممثل، ولذا كان ضيفا من ضيوف من مصر. إنه الفنان إيهاب فهمي. عمري ما وأنا بشتغل حسيت مثلا أن أنا أعلى من الدور. اشتهر بفزاع الفن وتميز بخفة ظله فجذب إليه الأنظار بمهارة المتمكن، ولذا كانت إطلالته في من مصر. أنت من الناس اللي ما خدتش وقت عشان تدخل القلب. الحمد لله الله يخليك. قلب الكبير والصغير بصراحة الحمد لله. ما شاء الله يعني. الحمد لله قبل الكبير وبعد الكبير. أيوة لسه أقولك كبير قوي. هن جميلات الفن من جيل الوسط وحقق نجاحاً منقطع النظير، وكانت حلقاتهما من أبرز حلقات من مصر. إنهن ريم البارودي ونسرين طافش. أنا في الحياة فرفوشة بحب الضحك. أنا من الناس اللي بتحب تضحك. ولأن فيلم الممر أعاد للروح المصرية ذكرياتها الوطنية الخالدة، كان أبطاله ضيوف على استوديو من مصر. سامي مغاوري وصبري فواز نجمان فوق العادة، وأصبحا يمثلان أحد علامات الجودة للأعمال التي يشاركان بها. كان لازم أراعي إن ما صبش الممثل اللي قدامي بالملل. والواحد طول الوقت بيخزن، طول الوقت مش في الدنيا بيخزن. هيقابلك الدور الفلاني شبه حاجة الفلانية اللي أنت يعني صادفتها في يوم من الأيام. من مصر طارق أحمد. على مدار عام كامل كان لبرنامج من مصر العديد من التغطيات الهامة عن كل ما يهم المواطن المصري من اهتمامات داخلية وخارجية. 32 صياد مصري بقالهم ما يقرب من شهرين تقريبا في اليمن محتجزين هناك. الحمد لله اللي احنا رجعنا بفضل سيادة الرئيس وفضل سيادتكم، والحمد لله الحمد لله ان احنا رجعنا مصر تاني. مصر ما تنساش اهلها ابدا. كان لنا السبق في تغطية أزمة المصريين في ووهان إبان أزمة كورونا من خلال استضافتهم عبر السكايب حتى عادوا إلى أرض الوطن، وكانت لنا لقطات حصرية من داخل الطائرة التي قامت بإعادتهم لأحضان الوطن. السفارة صراحة مشكورة، كلمتنا إنها عايزة تجمع كل المصريين على جروب واحد عشان يبقى فيه سهولة في التواصل. أنت حضرتك مش متخيل إحنا حاسين قد إيه دلوقتي بالفخر والاعتزاز كوننا مصريين. كنت عايزين تشكروا فهتشكروا قرار الرئيس اللي بعد طيارة ودولة رئيس الوزراء اللي كان بيتابع معايا يوم بيوم. احنا محبوسين في وطننا ما بنقدرش نخرج. شوارع فاضية فاضية بمعنى كلمة فاضية. تم عزل المنطقة تماما عن الصين، يعني اتصور كده الدنيا في كوكب واحنا في كوكب تاني خالص. أما شأن الداخلي فمصر تكمل مجالسها التشريعية بداية من مجلس الشيوخ الذي سيكون دوره مكملا لمجلس النواب. قمنا بالتغطية الدقيقة عبر التقارير والحوارات لإعطاء كل تفصيلة تخص مجلس الشيوخ. خطوة عزيزة لكل مصري حاول النهاردة أنه يكون موجود في استحقاق سياسي دستوري جديد. كانت مننا الحقيقة كانت الإجراءات الاحترازية داخل هذه اللجان، تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع كل المستشفيات في حالة طوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ. أما انتخابات مجلس النواب فتغطيتنا له كانت كبيرة
عبر التعريف بالمحافظات التي بها التصويت عبر التقارير المعمقة وإظهار دوره ومتابعة التصويت أولاً بأول عبر التحليل والرصد. انتخابات مجلس النواب 2020 بنتابع في المحافظات، كنا معاكم على الهواء مباشرة. الأمور كلها ماشية بتفاهم تام بين السادة المستشارين والسادة الناخبين. عملية الانتخابية ذات نفسها طبعا بتتم تحت إشراف قضائي كامل. شايف دولة قوية قدرت تعدي بتحديات كبيرة جدا. الصباح الباكر العملية الانتخابية ماشية على ما يرام. هل اكتفى برنامج من مصر بالشأن المحلي فقط؟ لا، بل تطرق لأهم انتخابات في تاريخ الرئاسة الأمريكية. رصدنا الحدث بالحوارات والتقارير في كل ما يخصها منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها. رئيس 46 في عمر أو تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الرئاسية ربما هيشهد جدل أكبر من الجدل اللي كان قبل كده ما بين بوش الابن والجور. عندما تصدر النتيجة رسمية من قبل المؤسسات التشريعية عندئذ يكون انتهى الوضع. ومن حق الرئيس الأمريكي أو دونالد ترامب أنه يطعن على هذا التصويت من عدة اتجاهات. بعض حكام الولايات الجمهوريين خدوا الموضوع برضو بنفس الاستهتار وبنفس البساطة. هل تتدخل المحكمة الأمريكية العليا لحسم نتيجة الانتخابات؟ مجرد ما المحكمة حتى الفيدرالية قبل ما تروح المحكمة العليا بتقضي بأن القضية يعني مش لا تستحق أنها ينظر فيها. والله واحنا قاعدين بنتفرج عمالين نفتكر الحقيقة حلقات كتيرة كانت مهمة، حلقات كانت فيها يعني برضو توتر لأنها كانت مع بداية أزمة كورونا، وخصوصا اللقاء اللي كان مع دكتور مروان عادل كان من ووهان الصينية اللي كانت الأزمة بتبتدي منها، وكان هو واحد من الجالية المصرية اللي موجودة هناك وكان بينقل لنا الحالة والصورة وكان معيشنا في كل التفاصيل اللي كانت الناس بتحكي لنا عنها من الصين. كان هو بقى معانا الحقيقة عبر الصوت والصورة دايما في البرنامج وبيتكلم معنا، وهو طبعا طبيب في مجال الأمراض المعدية، فكان بيقول لنا كمان معلومات أكتر عن الموقف الطبي والصحي في الصين لمكافحة فيروس كورونا. وبما أنه يعني أزمة كورونا هي اللي كانت بتخيم زي ما بنقول بلغة الأخبار على عام 2020، فإحنا قلنا ناخد تليفون بقى مع دكتور مروان ونسأله إيه الأخبار، وهو صوت وصورة برضو معانا دايما كده. يا رب صوت وصورة دكتور مروان معانا، أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ رهيم، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور مروان، أهلا بيك، وإحنا سعداء والله إن إحنا بنتواصل معاك تاني، وللمرة التانية الحمد لله على سلامتك وسلامة الأسرة. وقولوا لنا بقى يعني خلاص قربنا على السنة اهو، السنة دي كانت عاملة معاكوا ايه السنة دي؟ الله يسلم حضرتك والله وحشتونا كتير. هو بالظبط قرابة سنة لانتشار جائحة كورونا، زي اليومين دول بالظبط كان القلق بيخيم الصين، لكن الحمد لله احنا موجودين في مصر، ودي لوحدها كرامة ان انت موجود في بلدك، فالخطر الى حد ما قل بنسبه كبيره جدا معنويا، لكن هي كانت سنه صعبه ولسه صعبه مستمره، وربنا يعديها على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. صعبه ليه بقى دلوقتي؟ يعني برضو مفروض انه يعني الاعداد في الاصابات قلت شويه، يعني صحيح في بلاد الدنيا راحت ورجعت فيها من ناحيه الاغلاق، من ناحيه الانفتاح مره تانية والتعامل بشكل طبيعي، لكن ما اعتقدش انها بنفس النسبه، ولا ايه راي حضرتك يا دكتور؟ والله هو حتى الان هو مستنيين الموسم الثاني للكورونا، معظم العالم كان متاهب ان هو يستنى يشوف وضع الفيروس في الموجه الثانيه هيبقى عامل ايه. فلذلك حتى احنا لما كنا خطبنا جماعتنا ان احنا عايزين نكمل الدراسه وكده، بعد طبعا كان في حاله كومون للفيروس الفتره اللي فاتت في الصيف وكده، والعدد الحالات بدات تقل. فاحنا ظنينا ان الخطر زال يعني، لكن الناس دي برضو بتفكر بشكل موضوعي شويه، فقالوا لا مفيش رجوع الصين قبل شهر 3 اللي جاي عشان تطمنوا ان خلاص الامور بقت مستقره. لا، في الصين الوضع بقى مستقر شويه لان هم قافلين، هم خلاص ما فيش حد داخل. حتى احنا هنعمل تحاليل، هنعمل PCR، هنعمل لا برضه ما فيش حد داخل، فهم عشان كده قدروا يحوطوا على المرض شويه. خليكم معانا
وتبقوا ان شاء الله دايما بخير ونطمن عليكم ولما تستقر الامور تبقوا تسافروا بالسلامه ان شاء الله يا دكتور مروان. وتحياتنا ليك وللاسره الكريمه والبنوتك اللي كانت خايفه وكنت دايما بتقول انها خايفه فتره كورونا وانتوا في الصين، فارجوك سلم لنا على الاسره جميعا والحمد لله على سلامتكم. الله يسلم حضرتك استاذ عمرو، الله يسلم حضرتك استاذ ريهام، وشاكر جدا على المجهود اللي عملتوه في الفتره اللي فاتت وجنبنا وانتم كنتوا سبب رئيسي بعد ربنا ان احنا موجودين في مصر. انا فاكره وحضرتك بتتكلم دلوقتي التليفون معاك لما كنت فرحان جدا انك راجع مصر، لما كنا بنعرض الصور الخاصه بالدخول للطياره اللي هتاخدكم وترجعوا بيها لبلدكم، وكنت معانا على التليفون الطياره الاستوديو، وحتى جالي الاستوديو وكلمنا من داخل الطياره ونقل فرحه الناس انها راجعه بلدها. يعني انا 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 من مكاني هنا دلوقتي بجد بشيد بمجهود حضراتكم، انتوا كنتوا معانا لحظه بلحظه ووصلتوا صوتنا المسؤولين، وبفضلكم بفضل ربنا ثم فضل قناه سي بي سي احنا موجودين دلوقتي في مصر ومبسوطين، حتى احنا موجودين في الجائحه لكن احنا مبسوطين ان احنا في بلدنا، وكن لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فوجودنا في البلد دي كرامه ودي حاجه كويسه. شكرا لحضراتكم وربنا يزيح الغمه يا رب. امين. شكرا جزيلا يا دكتور. ومعانا طبعا كمان الرأي الطبي العلمي السلس الهادي اللي كان بيطمن وفي نفس الوقت بيقول لنا لازم ناخد بالنا ولازم يكون في وقاية طول السنة، دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، كان معانا صوت وصورة وتليفون واستوديو وما قصرش بصراحة. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا يا استاذ ريهام، واهلا يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا دكتور، كل سنة وانتم بألف خير، وانا يعني حقيقي من كثر الانجازات او الموضوعات اللي انتوا تناولتوها انا مصدق انها سنه واحده يعني. بمجهود حضرتك معانا، بمجهود حضرتك دكتور عبد الهادي، وحضرتك قد ايه كنت حريص على الجميع من خلال الرسائل اللي حضرتك ما زلت من اول ظهور كورونا واحنا بنناقشها مع حضرتك كمستشار طبي للبرنامج من اول يوم حتى الان، حضرتك دايما حريص على صحه الناس وعلى التباعد الاجتماعي والناس تاخد بالها من صحتها، فاحنا بنشكر حضرتك النهارده، بنقول لك احنا متشكرين وكل سنه وحضرتك طيب على المجهود اللي حضرتك اديته معانا بمنتهى الامانه عشان نحاول نحمي الناس من كورونا. كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسعاده، ودايما الاعلام الهادي المحترم مفيش شك بيجد طريقه للناس من اقرب الطرق، لان انتوا عمركم ما بتستخفوا بعقل المشاهد. الحمد لله بتحاولوا انكم انتوا بقدر الامكان وبقدر ما منحكم ربنا سبحانه وتعالى من صلاه ومن يعني محبه للناس، وعندكم ما شاء الله فريق اعداد محترم واخراج كل حاجه يعني. وعندنا في الاستوديو دلوقتي حجازي متقال يا دكتور. والله ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، ازي حضرتك؟ انت من الناس اللي الواحد بيستمتع بغناهم، والدك الله يرحمه. الله يخليك يا دكتور من اصلك. شكرا شكرا دكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه، ودايما كده يعني بنتونس برأيك الطبي طبعاً. اللي في نفس الوقت بيوصل لنا بسهولة، دي الحقيقة يعني من أهم الصفات، يعني لأن كنا محتاجين زي ما احنا واخدين بالنا يعني وقلقانين إن حد يقول لنا إن الدنيا إن شاء الله هتعدي يعني، وربنا يشفي كل مريض. طيب يا رب. إحنا معلش أنا طولت عليك. لا يا حبيبي خالص، بس الحقيقة إحنا كنا السنة اللي فاتت دي الأول سنة يعني أديناها في البرنامج مع حضراتكم كان دايما بيبقى عندنا ضيوف ثابتين، يعني دايما كان فضيله الدكتور علي جمعه طبعا المفتي الديار السابق طبعا، ربنا يا رب يديه الصحه والعافيه، دايما ضيف اسبوعي معانا بيفهمنا وبنفهم الدنيا، لان الامور مش دين بس قد ما هي دنيا ودين، ازاي نعيشها صح زي ما بنقول مزبوط. يعني فكل التحيه ليه، كل التحيه للدكتور وسيم السيسي حبيبك طبعا، طبعاً والتاريخ طبعاً والاثار طبعاً. ضيف عزيز اساتذتنا كلهم طبعا، جميل دكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه وراجل عالم وباحث كبير رئيس مركز القومي للبحوث السابق، وكمان كنا بنتكلم على الصحه النفسيه، وكان معانا بشكل مستمر ودائم طول السنه مستشارنا النفسي الاستاذ الدكتور هاشم بحر، الاستاذ الطب النفسي واستشاري الطب النفسي، اللي بنقول له مساء الخير على حضرتك دكتور هاشم، احنا متشكرين جدا على الجهد اللي حضرتك بذلته معانا طول السنه. اولا ده شرف ليا ان انتوا اديتوني مساحه للتعبير عن الفتره اللي فاتت، ازاي نقدر نتعامل مع القلق اللي كان موجود صحيح. والشوية الاضطرابات دي هي
وانا هو لي الشرف المره دي ان اقعد مع حضرتك كمان. انا اول مره اشوفك النهارده عشان دايما مع عمرو. بيبقى عمرو حظه حلو. اعمل ايه طيب؟ عمرو اللي كان بتبقى الحلقه يعني مخصصه يوم يعني بيكون انا هخرج خلاص منها. هم يعني بقى يعني انا في منتهى السعاده ان احنا اشتركنا في توعيه زي اللي احنا قمنا بيها في البرنامج، وفي حقيقة كانت مفيدة جدا للناس انها تعرف لله. ازاي ايه البدائل اللي ممكن تعملها اثناء الاقامة في البيت، ازاي الاسرة تتماسك مرة تانية، العائلة ازاي تترابط مرة اخرى، وازاي احنا نستفيد من العزلة اللي احنا كنا عايشينها. فعملنا حاجات لطيفة، وكان الرأي الناس على اللي احنا عملناه كان كويس جدا الحمد لله. كان بيجي لي على تعليقات الجمهور والتلامذة اللي احنا بندرس لهم وقرايبنا ومعارفنا الحمد لله، كانوا دايما بيشكروا في الموضوع ده. كنت دايما حضرتك بتقول لنا دايما الانترتينمنت او ان احنا نستمتع، لو في هوايه نسمع، لو في فن، لو في عباده. فالنهارده احنا معانا الفن، معانا تخيل بقى حضرتك الفن الاصيل، الفن المصري الاصيل، حجازي متقال وبيطربنا من اول ما بدانا الحلقه. حضرتك بتتابع معانا الحلقه؟ انا متابع معاك الحلقه بس يعني خف عن الاهلي شويه، احنا زملكاويه برضه. شفت شفت يا دكتور، انت فين يا دكتور؟ حبيبي يا دكتور، احنا كان لازم نبتدي بالاتصال ده من اول الحلقه. ده حجازي عمل العشره فاضل. لا لا ده احنا لسه يا دكتور، احنا لسه بادئين يا دكتور. عمرو والفرقه بس لا في ثلاثه في الفرقه زمالك. كيف يعني؟ الف مبروك طبعا للاهلي والله، يعني فريق انجازات، حاجه تشرف البلد كلها على فكره، وخصوصا يا رب البطوله الافريقيه، ويا رب ياخد بطوله انديه العالم كمان دي. لا احنا مستنيين السوبر، مش طمعانين يا دكتور بقى غير في السوبر والسوبر المحلي وكاس العالم للانديه، ممكن ناخد الثاني، نسيب الاول لبايرن حبايبنا يعني، مش هتفرق يعني. مش كده برضه، وقبل ما نادي الزمالك كده يغير شويتين ان شاء الله. ان شاء الله مهم طبعا. ان شاء الله دايما في العلاني الزمالك برضو ان شاء الله. طبعا مهم 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 ان كل الكره المصريه تبقى في يعني ما ينفعش يبقى فيها يعني هيبقى الاهلي هيلاعب نفسه صح. لازم في علم مصر، لازم علم مصر لازم. دكتور هاشم انا كل شو ان شاء الله في الاسبوع ده نلتقي مع حضرتك ونكمل بقى كلامنا عن الصحه النفسيه، او الاسبوع اللي جاي ونتكلم ونستأنف فقراتنا مع سيادتك دايما. متشكرين جدا جدا لحضرتك ومشاركتك معنا. شكرا يا دكتور هاشم، وسيادتك بخير يا فندم. شكرا لحضرتك والله. احنا حظنا حلو انه الاساتذه في المجالات المهمه دي يكونوا ضيوفنا ثابتين وموجودين دايما معانا في برنامج من مصر، وجوه مشرفه من مصر وبنستفيد منها دايما وعلى الاطلاق يا رب على طول كده. طيب نرجع للفن بقى، يلا يا ريس نرجع للفن. نرجع. كورونا خدتنا شويه. لا لا خالص، انا بس يعني سرحان في كلمة من مصر. أنا بصراحة عجبني اسم البرنامج بصراحة. فعلا؟ بصراحة، وحيي طبعا كل الإدارة وحيي الناس القائمين وعلى الفكرة وعلى اللي حط اسم البرنامج. يا رب يخليك، يا رب أعرف اسمه. بس بحيي طبعا، بحيي للإدارة طبعا، طبعا. كل إدارة سي بي سي، كل التحية والتقدير، كل سنة وهم طيبين، وكل الناس اللي طبعا ساعدت وتعاونت. يلا بينا نغني. يلا يلا بينا بقى، يلا شباب نغني حبيب الروح. يلا حبيب الروح، حبيب الروح يلا. وغاب الأرض عن
اسكانها يا ربي، فكيف يكون مذاق الحياة إذا ما تفرق خلانها. يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح، سيبي زي الروح انت يا غالي قلبي. ده جمالك يا استاذ يا حبيب الروح حبيب الروح. خلينا طيب نشوف بقى مع بعض، كان عندنا مواقف انسانيه كمان في البرنامج من خلال مساعده ناس كتير كانت بتقدم لنا استغاثات بتقدم لنا رسائل، وكنا الحقيقه قد ما ربنا يعني بيهون وبيستخدمنا يا رب كده ما يستبدلنا ابدا، كنا بنحاول ان احنا نوصل صوتهم للي يقدر يساعدهم، والحمد لله قدرنا في مواقف كتير نكون موجودين معهم. خلينا نشوف ان شاء الله دايما يعني على صفحتنا، صفحه البرنامج على من مصر على الفيسبوك، احنا بنرحب باي طلب وكل يوم بيجي لنا طلبات وبنقدر الحمد لله. يعني الحمد لله امبارح كان في مشكله لبعض السكان في العبور وطلبات، ورئيس الجهاز مشكورا كان معانا ووعد، وقد ايه الناس والله امبارح كانت مبسوطه وبتشكر فريق الاعداد والناس اللي قدرت ان هي تحل لهم مشكله او تاخد وعد من المسؤول بحل المشكله، وامور كتير زي كده عشناها مع حضراتكم السنه اللي فاتت. وبنرحب وبنقول لكم ارجوكم اللي عنده طلب مننا ارجوكم يبعت لنا، واحنا ربنا يقدرنا يا رب، وزي ما قالت ريهام ربنا يعني يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا، ونقدر نكون دايما في خدمه حضراتكم. نشوف ابرز المواقف اللي احنا كنا معاكم فيها طول السنه. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم، برحب بحضراتكم جميعا من سي بي سي، من أولى لحظات هذا البرنامج اللي بيجي لحضراتكم من مصر. برنامج من مصر اسم على مسمى لأنه فعلا من مصر وهو لأهل مصر. البرنامج الجديد اللي بيهتم بحضراتكم، بيهتم بموضوعاتكم، بمشاكلكم، كل اللي بتتمنوه إن شاء الله هتلاقوه في برنامج من مصر. هكذا كنا قبل عام، وتبقى الأهداف والمبادئ والرسالة. من مصر اسم على مسمى، فحفرت الفكرة ونقشت الرسالة ونقشت العلامة، فكان ضوء من مصر منشأ الصور جميعها. دورنا على عم جمعة لغاية ما وصلنا له، ولقينا ليه فيديوهات طريفة جدا جدا الحقيقة، دوب من كام شهر. جمعة الخطيب، هذا المشجع السبعيني، فالكرة دوما للجماهير. وعندما يكون احترام الآخر حاضرا فيكون مهند مقترح فكرة تدريسها كمادة، ووافق عليها الرئيس السيسي. حلمك ايه يا مهند؟ بتحلم بايه بكرة؟ بصراحة احلم ان شاء الله ان انا اكون بطل سباحة على مستوى العالم كله. وعندما احتفل العالم بلغة برايل كان معنا محمود عباس، قصة صعود في عالم الصحافة، لأن القراءة باختصار للجميع. بشكركم كمان انكم بتتكلموا عن هذه الطريقة الساحرة اللي يعني انا واحد من ملايين مدين يعني مدينين ليها بكتير قوي، وانا 27 سنة من عمري طريق برايل، اعتقد ان هي يعني ليها دور كبير قوي في اللي وصلت له من وقت ما كان عندي 4 سنين ومن بداية ما ابتدت حكايتي معاه. شريفة مسعود، المكافحة لتأسيس أول مجلة للمكفوفين. احنا بنأهل الطفل، بنشتغل على الأول، بنعمل تقييم نشوف حالة الطفل ده هو عنده نسبة إبصار ولا لا. طب نسبة الإبصار لو موجود هتساعده على إنه يقرأ بالطريقة العادية، طريقة المبصر عادي، ويقدر ويستخدم مكبرات. وعندما حضرت مصر ب100 مليون نسمة كانت ياسمين لم تتحدث هي طبعا، لكن والدها كان معنا. ياسمين ربنا يخليها لك وتشوف عروسك كده وجميله وهي زي القمر ما شاء الله. حابب تخلف قد ايه تاني بصراحه؟ يعني هو واحد عليه والحمد لله. كانت الحاجه فديه سيده عزبه الهجانه التي استجاب الرئيس السيسي لطلبها. طمنينا عليك وعلى صحتك، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي. السلام عليكم العرب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك يا رب. كشفولي النهارده على صدري وعلى ظهري ورجلي بسبب لقائك امبارح الصدفه مع الرئيس. النهارده القياده السياسيه والرئيس امر بارسال دكاتره وقافله علاجيه كل التخصصات لعزبه الهجانه من بكره. الله يخليك. من بكره 9 الصبح هيكونوا قاعدين في عزبه الهجانه لغايه 4 العصر قاعدين عشان يكشفوا على كل الناس عشان خاطر عيونك. الله ما يحتلم منه ويصروا على كل بنيادي. طبيب الغلابة الدكتور مجاهد مصطفى، بعد تكريمه في الإمارات كانت حكايته معنا. الأسعار غالية جدا، غالية جدا جدا، بتاع العلاج والدكاترة والوش. طبعا أنا كان كشفي 5 جنيه لغاية مسافة قريبة، كانت 3 بعدين غلناها بقت 5، بعدين ربنا أكرمني في بنت من بناتي بقت صيدلانية، دكتورة صيدلانية، فتحت الصيدلية جنب العيادة على طول، جنب العيادة على طول. أصبح الناس يقول لك الدكتور مخلي الكشف 5 جنيه عشان الناس تروح له ويشتري من الصيدلية بتاع بنته. قلت والله لا، غلي الكشف أخليه 10 جنيه علشان الموضوع ده. أول نائبة برلمانية شاركت في الأولمبياد. كان أول سيدة في تاريخ البرلمان المصري تدخل وتبقى عضو في اللجنة. طبعا شوية يمكن يعني أنا بدايتي أو الرياضة هي اللي صنعت اسم فايزة محمود واللي وصلتها البرلمان، لكن طبعا كنت أنا كمان في برا أولمبيات أو أولمبيات ريو دي جانيرو كنت برضو داخل مجلس كعضو. نور إبراهيم أصغر سائقة للتوك توك في مصر التي ساعدت أسرتها بعد تعب والدها كانت بقصتها حاضرة. وزارة التضامن بلغونا أنهم كانوا بيشاهدوا الفقرة وأعلنوا أنهم هيتواصلوا مع أسرة نور. بنشكرهم شكرا جزيلا الحقيقة على الاستجابة الفورية دي، وإن شاء الله شفتوا قد إيه البنت جميلة. بنشكر وزارة التضامن
ألف ألف شكر لحضراتكم، شكرا لسيادة الوزيرة، شكرا لكل حد في تضامن دلوقتي قاعد بيسمعنا وقرر يساعد نور. البنت زي القمر، ربنا يا رب يحميها، فإحنا عايزين نحاول نساعدها ونساعد أسرتها. أي حد يقدر يعمل حاجة يا ريت عشان نوفر يعني حياة تليق بهذه البنت وبحلمها. إذن صور وحكايات من مصر، لنتمسك دوما بالريادة ولنجدد شبابنا بانطلاقة عام جديد، نكبر وننضج بسنة أخرى، فكل عام وأنتم بألف خير، لنكبر بكم ومعكم. من مصر محمد عبد العال. من عروس الصعيد، من داخل مثلث ماسبيرو، من قلب قرية الحضارة، من بني سويف، خلف سور مجرى العيون، الورش هنا شغل ونشاط، في حي الأسمرات. منذ انطلاقته ويحافظ برنامج من مصر على أن يقدم معظم حلقاته من خارج الاستوديو ومن قلب الحدث، فصالت كاميراته وجالت محافظات مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا. ده نموذج جميل جدا من الولاد الجمال الموجودين هنا في حي الأسمرات، حيث كل هذه الأسر وقد تغيرت حياتها تماما، حيث رصد برنامج من مصر ذلك. دمياط مشهورة طول عمرها بالدقة والحرفية والإتقان، وبتكمل المشوار بنجاح كبير. وإلى مدينة دمياط للآثاث ذهبت كاميرات من مصر لتقدم صورة حقيقية عن الإنتاج والعمل. حلم كبير جداً بدأ يتحقق هنا في صور مجرى العيون. وإلى موقع آخر من مصر المحروسة، هنا في بحيرة عين الصيرة، حيث الجمال والروعة والمشهد الخلاب. إزاي بدأتوا تخرجوا الإنتاج ده لبرة مصر؟ التسويق الخارجي اعتمد برضو أيضاً على المعارض، المعارض اللي بيعملها اللي هو جهاز المشروعات الصغيرة. وفي عروس الصعيد المنيا كان من مصر حاضراً، حيث رصد هذه الصور المشرقة. برحب بحضراتكم من داخل أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر، وفي كفر الشيخ، حيث تطل التنمية بوجهها الجميل على أرض المحافظة الشمالية. من مصر كان هناك ورصد ذلك. ما تم في بني سويف خلال الفترة الأخيرة، خلال 2020 بس في حوالي 15 مشروع صرف صحي ما بين تسلمه وما بين جاري تسلمهم. الصورة المشرقة والأمل في غد أفضل كان ظاهراً أيضاً في محافظة بني سويف. مكان كلنا هنفخر بيه، مكان كلنا هنحس ان في شكل في تغيير الحياة وفي فلسفة وجودة الحياة في مصر. وفي مثلث ماسبيرو كانت الصورة ايضا تعكس العمل والدأب والروح الجديدة التي تعيشها مصر حاليا. وفي اقصى جنوب الصعيد حيث أسوان، بلاد الشمس والنوبة التي تتطلع لغد مشرق مع عدة مشروعات تنموية كبرى. وأسوان نورت بيكم. العفو، فنانة بقلها. وأنا عايز أقول لحضرتك إن اللي ما زارش أسوان فاتوا حاجة كتيرة. من مصر طارق أحمد. محافظات كتيرة لفناها في من مصر عشان نتكلم عن مصر ودمياط. على فكرة أنا كنت بسجل وكان في سيول في دمياط، يعني إحنا قاعدين في دمياط الجديدة وبنتكلم عن الأساس، وصوت المطر والعاصفة اللي كانت برة كان قوي جدا، يعني من اللقطات الحقيقة. وإحنا دلوقتي بنسترجع كده كل اللي صورناه في المحافظات ما قدرش أنساها. لسه كنت بقول لعمرو إن الموقف كان وقتها صعب، وكنا يعني عايزين بس اليوم يعدي على خير. الحمد لله كل المحافظات دايما جميلة ومنورة في من مصر، ولسه هنكمل الطريق معاكم. محافظاتنا حلوة ومصر مليانة أماكن لسه جميلة قوي، كنوز بننقب عنها معاكم في كل حلقة. من الكنوز اللي معانا بقى يعني احد الاسماء الغاليه علينا كلنا في مصر، لانه هو اللي بيقول لنا عن مصر وعن حضارتنا وعن تاريخنا. من وقت للتاني بيقول روايات جديده اول مره نسمعها، وبنستفيد دايما كده منه ومن هذا العلم، علم المصريات، الدكتور وسيم السيسي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا استاذ ريهام، اهلا بيك واهلا يا استاذ عمرو. الله يخلي حضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا وكل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك من اول يوم في البرنامج من سنه حضرتك كنت مشرفنا، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
ربنا يخليك يا حبيبتي. كنت عايز اقول لك ايه؟ اتفضل. ايوه، مثل هذه الظروف لا نقول كل سنه وانت طيب وكل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك بخير وانتم بخير. السنه تبدا من 1 يناير ل 31 ديسمبر، اما العام يبدا من تاريخ معين لنفس التاريخ. صحيح يا دكتور. السنه التي تليك. صحيح يا دكتور، صحيح. كل سنة وانت بخير مثلا الا أيوة. في 1 يناير. في 1 يناير. طيب المصريين بقى، يعني احنا النهاردة بنحتفل واحنا معانا وجوه من مصر جميلة. الله يخليك يا استاذ. يعني الرئيس حجازي متقال موجود معانا والفن المصري. اهلا بيك. فاعتقد ان احتفالات المصريين دايما بتبقى مصحوبة بالغنى ومصحوبة بالتراث ومصحوبة بكده. اعتقد ان احنا الدم الفرعوني مازال فينا ولسه صح. بنحتفل بنفس الطريقة، ولا انا غلطان؟ تمام. هو يعني يعني حضارة مصر حضارة حياة. يكفي ان حضرتك تعلم والكل يعلم ان السلم الموسيقي مصر عملته ثلاثي ثم خماسي ثم سباعي ولم يتقدم بعد ذلك. كل انواع الرقص حتى الرقص الجنائزي مصر اللي عملته، كل الالحان مصر عملتها، كل الالات الموسيقيه ما عدا البيانو مصر اللي عملتها، كل انواع الرياضه ما عدا رياضه كره القدم مصر اللي عملتها، حتى العالم كل كان يعتقد ان الارواح تذهب الى ارض الظلمات مع ارض الشيول. جاءت مصر لهم لا يا جماعة هناك حياة بعد هذه الحياة، وعرفت العالم كله، وحتى جاء في القرآن الكريم اصرف في كتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا. إدريس هو يا جماعة أدريس، ما تقولش أدريس، النطق السليم لأدريس هو أدريس اللي هو إدريس اللي هو يعني جاء وعلم مصر وجاء بي يعني علمنا ان هناك حياه بعد الحياه وان هناك جنه وهناك نار وان وان. فمصر يعني يعني يكفي ان ايميل لودفيج يقول لك اعياد العالم جميعا كلها جاءت من مصر. تصور حضرتك بقى اعياد العالم يا رب دايما في فرح. فهي مصر يعني بلد الفرح والافراح. كان في نكت علمنا الجليل، كان في نكت يعني بيقولوا قدماء المصريين. ايوه، كان فيه روح الحلوه دي من زمان. ايه تاني؟ النكت يعني دي حاجه من من مجتمعنا متميز بيها جدا حتى في عز ازمته. كان في نكت زمان يعني النكت طبعا كانت من زمان. ويكفي ان توم وجيري ايوه اصلها مصري. لا يا دكتور بقى، توم وجيري فرانه كمان. توم وجيري الشطرنج برضه اصلها مصري. لا بقى انا في توم وجيري دلوقتي، حضرتك بتقول توم وجيري اصلهم فرعوني، توم وجيري فرعنه؟ توم وجيري قطن والفار. يكفي ان الرومان قطن والفار قطن والفار الهلال الروماني كانوا يشكون من النكت والتريقه بتاعت المحامين المصريين يشكو على القضاه الرومان في ذلك الوقت. ويكفي وهذه جينات يعني ممتدة حتى مكرم عبيد في أحد يعني مرافعاته حصلت حاجة غريبة جدا. أولا كان إسماعيل صدقي منع المظاهرات، هو كان ضد إسماعيل صدقي، الوفد كان ضد إسماعيل صدقي، فيعمل إيه؟ عاوز يشتم في إسماعيل صدقي. ففي المحكمة قال لهم يا حضرة القضاء أفإن قلت صدقا كذبتموني وإن قلت كذبا صدقتموني الا فليحيا كذبي ويسكت صدق. طبعا يسكت صدق اللي هو ايوه بالظبط. طبعا يعني روح الدعابه المصريه موجوده يا دكتور وذكاء كمان في الكلام. يا رب يديم طبعا حاضر دايما. يا رب يديمها دايما يا رب. يا رب. متشكرين جدا لحضرتك ومتشوقين للقاء بقى القريب تاني عشان نرجع ونتعلم ونعرف اكتر عن حضرتك. وانا متشكر جدا لحضرتك عالم المصريات الكبير دكتور وسيم السيسي. شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. عنده كتاب جميل احنا مين، كتاب حلو جدا جدا بجد، برشحه لحضراتكم لانه بسيط وسهل في تناوله لحضرتنا والحاجات الجميله اللي القى عليها الضوء دلوقتي العالم الجليل دكتور وسيم السيسي. هنلاقيها كده يعني بيقتبس مقتطفات سريعه كده داخل الكتاب ده، فالحقيقه الحوار دايما معاه ممتع ورائع. طيب ما للغنى. لا بس كلمنا عن نفسك بقى.
ايوه يعني بص احنا واخدينك غنى في كلام في ما انا يعني لا احتفاليه لا كلمنا عن نفسك ما هو يعني ده خليه في برنامج تاني احنا عرفنا ان انت اهلاوي لا لا كلمنا اكتر عن نفسك ايه الحاجات اللي انت بتحبها لو ليك طقوس معينه واحنا ان شاء الله داخلين على سنه جديده الله. باذن الله تكون سنه سعيده على حضرتك وعلى الجميع ان شاء الله وعلى بلدنا جميعا فقول لي كده انت بتحلم بايه السنه الجايه بتفكر في ايه ايه امنياتك عايز تروح فين تسافر فين والله اولا انا بتمنى ان جائحه كورونا تنتهي عن العالم كله طبعا ودي امنيتي ومتهيألي امنيه كل الناس اكيد وما فيش حد يسيبه اي مرض وكلنا نبقى يعني فرحانين ومبسوطين بصحتنا على الاقل يا رب يسعدك يعني. الحمد لله امنياتي السنه الجايه يا رب تتحقق باذن الله انا يعني محتاج ان الفلكلور يكون في مكانه احسن من كده ده حلمي وده ان شاء الله بدعم كل القنوات اللي موجوده انه يوصل للعالم يوصل للعالم ف والصحه مش اكتر يا من رب كده والصحه يا رب قول لي ايه ده بقى اللي مكتوب على ايدك عايز اعرف من اول ما جيت لنا يعني هي ده يعتبر تاتو بس التاتو ده يعني هو يعني الدج زمان في الصعيد احنا مشهورين الصعايده ان هم ممكن يعملوا تاتو المسمى بتاع الايام دي يعني ده اسم الرئيس متجال الله يرحمه الله يرحمه اسم ابويا الله يرحمه ربنا يجعلك خير 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 سلف يا حبيبي تسلم طيب يلا بينا نسمع بتناديني تاني لي الله احكي لي بقى اصلها الاول لاني الاغنيه دي ناس كتيره لانها حلوه جدا بتحب تغنيها ونسبت لاصوات يعني غنتها ونكتت فيها هو ايه بقى جذورها جذورها هو انا يعتبر اخر واحد غنى الاغنيه الاغنيه دي اصلا اساسها صعيدي واساسها فرقه موسيقى النيل اللي هي فرقه الريس متجال والريس شماندي والفريق اللي كان بيلف العالم كله وكان بيغنيها بالتحديد عضو من اعضاء الفرقه اسمه يوسف بكش فالاغنيه دي متسجله في فرنسا من 40 سنه وانا عندي التسجيل يعني موجود على اليوتيوب بصوت يوسف اللي هو عضو من اعضاء الفرقه يعني بص حضرتك الفرق يعني الريس متجال الاندر جراوند بيسافروا بره بيبقى الريس متجال يغني اغنيه ويستريح يطلع حد من فرقه يعزف حاجه يعني كده فكل واحد كان بيغني مجموعه اغاني من ضمن الاغاني اللي كانت بتتغنى كانت بتناديني تاني ليه جنب بص على الحلاوه جنب البت بيضه جميله الفرقه هو شغل فرقه النيل اللي هي للوالد رحمه الله عليه وعمك الله يرحمه الله يرحمه الشمندي طب يلا بقى نسمعها يلا بقى يلا بينا زي ما هي يلا شباب زي ما اتقالت بقى بالظبط أيوة يعني بالزبط. احنا بكلامها اللي يعني ما فيهوش ولا حرف انا ما غيرتش فيها حرف واحد يلا ابيض ظريف الملامح ويختش الملام من لو ما قلتليش لاردم جروبك وانزح ميتك من يا بحر النيل عدي البحر ابتدى يقول لي حبيبك دي فاز اليوم فجاري نازل يهز الفلك ومعبي الماء في الجاري يا ليل بتناديني تاني ليه انت عايزه مني ايه
عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيت غيري، ما انت خلاص حبيت غيري، روحي للي حبتيه يابا، روحي للي حبتيه. جمال ده. ما هذا الجمال ده؟ ده جمالك يا استاذ. وخلينا حاجه درامر. ايه؟ درامر درامر تسلم ايدك كله حقيقه. عاشور طبعا عاشور برده من الناس القدامى. حضرتك عملت شغل عظيم بجد. ما ده الحديث بتاع شغلنا بقى يا استاذ. يعني الرسم ده ما كانش فيه درامز زمان. طبعا يعني ده التطور يعني. ان شاء الله ونعمه. حاجه جميله. الله يخليك يا استاذ. فن جميل. الله يخليك. الله يديك الصحه. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. يلا بينا. نكمل بقى شوية أغاني حلوة كده لويس. خليكم معانا. خليكم معانا بعد الفاصل. على مدار عام كامل كان لبرنامج من مصر العديد من اللقاءات الهامة عن كل ما يهم المواطن المصري من اهتمامات العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، وهو عالم مصري عمل في وكالة ناسا مساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر. كان من أبرز الضيوف التي تحدثت عن مصر والعلم. يا ترى العالم ده أو رائد الفضاء ده شايف مصر إزاي اختلفت من الفضاء؟ الحاجة المهمة جداً إن نحن كلنا نشعر، شاملاً ذلك على الرائد الفضاء اللي بيبص من فوق ده، إن البلد ماشية في السكة الصح. هل عرف أحد يوماً أن السرطان قد يعالج بجزيئات الذهب؟ نعم، فالعالم الدكتور مصطفى السيد هو واحد من أفضل 10 علماء في الكيمياء حول العالم، وهو أول من استخدم مركبات الذهب الدقيقة في علاج السرطان. أبناء مصر العلماء العظماء الكبار في كل ما قدموه في حياة ثرية من أجل خدمة البشرية. معظم التجارب بتاعت السرطان وكده هي الكيمياء اللي بتعقد الحكاية. من مصر يؤمن بأهمية الاستثمار في التعليم، فهو القاطرة التي تقود مصر نحو التقدم. لذلك كان معنا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. احنا عاوزين اللي ياخد شهادة بتقول انه خلص المرحلة الثانوية، الشهادة دي تكون بتعكس مهارة حقيقية. التغير المناخي يأتي في مقدمة اهتمام العالم في الآونة الأخيرة، لذلك لم يغب عنا في ظل اهتمام الدولة المصرية به. لذلك استضفنا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ومشروعات تانية كثيرة جدا بتقوم وزارة البيئة بدور إن هي بتسهل عملية دمج تغير المناخ. وبما أننا من مصر لم يغب عنا أبناؤنا في الخارج في ظل العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فكانت معنا للحديث عن مبادرة أنت مصري السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الموضوع مش بس موجه للمصريين في الخارج، ولكن اكتشفت أنه هو أيضا مهم جدا وموجه للأطفال وللشباب الموجودين على أرض الدولة المصرية. كل أمة تبحث عن ماضيها الحاضر بتراثها، فكان معرض تراثنا ومن داخل أروقته حدثتنا الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن الصناعات اليدوية في ظل اهتمام الدولة المصرية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. أهم هدف بشتغل عليه إن أنا أوفر فرص عمل، إن فرص عمل لائقة، إن أنا أساعد أي حد محتاج المساعدة، إن إحنا ممكن يكون مستثمر لكن مش عارف طريقه، إحنا دورنا إن إحنا نحطه على الطريق. التعليم العالي واهتمامات الدولة المصرية به لم تغب عنا، فكنا داخل إحدى هذه الجامعات التي تمثل نموذجاً فريداً، جامعة الجلالة، وحاورنا من داخلها الدكتور خالد عبد الغفار عن مستقبل التعليم العالي في ظل الإنجازات الكبيرة التي تمت. هنا انت بتبتدي من الاخر، هنا انت من اول السطر بتشوف برنامج هندسه الفضاء اللي بيتقدم في جامعه اكس في امريكا عظيم. بتجيبه هو يشتغل هنا. نظل دوما نبحث على كل الاصعده في مصر لنقدم لكم منها ما يهم وما يكون في صداره اهتماماتكم، لاننا كنا وسنظل عينكم وطريقكم الذي يعطي لكم نماذج وحوارات ستكون دوما من مصر. عالدلال يا ابو كحل سبسايا.
الهوى عيني على الهوى بنرقص سوا شبكني الهوى بغرامك يا جميل بنرقص سوا على شاطئ شبكني الهوى عيني على الهوى بنرقص سوا الفراولة بتاع الفراولة الفراولة اسمع الفراولة الفراولة بتاع الفراولة الفراولة اسمع الفراولة اقرب اشتري مني الفراولة سمعتك دق دق يا ساعة قولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب أنا سمعتك سمعتك الساعة كم على باب السيمة الساعة كم الساعة كم دق يا ساعة قولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب أنا سمعتك سمعتك دق دق يا ساعة قولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب أنا سمعتك سمعتك الساعة كم على باب السيمة الساعة ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم بس انت خطفتني ليه يا ريس خطفتني معلش اول مره تخطف النهارده فرحك يا طارق حبيبي ربنا يخليك ربنا يسعدكم ما كناش نعرف ان في مواهب تانية يعني لا والله يعني بس مخبيين بس لا ده اجمل موهبه النهارده حضرتك حبيبي لا انا قصدي كويس ربنا يخليك احسنت يا ريس متشكرين ربنا يخليك الله يخليك الله يخليك متشكرين جدا ليك الاغنيه دي عزيزه علينا جدا التوليفه اللي حصلت دلوقتي هو الرئيس متقال الله يرحمه يعني دي من يعتبر من الاغاني اللي هو عملها يعني كلها على بعضها هم اكتر من اغنيه في بعض انا خدت الميدلي ده وعملته بشكل يعني يا رب يكون الناس مبسوطه منه لا رائع والله الحمد يعني لله احنا بنشكرك الحقيقه وعاجزين عن شكرك وشكر الناس الجميله اللي موجوده والله. نفسي والله اشكر حضراتكم واحد واحد شكرا لحضرتك جدا جدا بجد كمان اللي ورا يعني في الكواليس اصلا حاجه عظيمه يعني من اصلك والله يا رب يخليك ده اصلكم الطيب يعني اسعدتونا الله يخليك شكرين جدا ليكم شكر ليك شكرا ليك ربنا يخليك يا رب فرقته الجميله دي شكرين جدا ليكم وعايزين الحقيقه برضو نشكر حضرات الساده المشاهدين استحملونا السنه اللي فاتت 365 يوم دول اجتهدنا على قد ما قدرنا فبنوجه لحضراتكم كل الشكر وكل التحيه وكل التقدير ويا رب نكون على قد الثقه اللي حضراتكم اديتوها لنا كمان لازم نشكر الحقيقه القائمين وراء الشغل اللي عشان ريهام وانا نطلع مع حضراتكم في زملائنا مراسلين مش موجودين معانا في زملاء في الاعداد زملاء في الاخراج لازم نشكرهم محمد عبد العال طارق احمد محمد عبد العال اهو زميلنا مدير المراسلين بنشكر زميلنا محمد خالد محمد العريس خالد اهو لسه متجوز قريب بالظبط ياسمين جبريل ياسمين جبريل ها يلا ويلا طارق مش معقوله طارق احمد ما نقدرش زميلنا العزيز طارق طبعا طارق احمد المراسل الجميل بشكر رئيس التحرير استاذ عادل الدراجلي بشكر فريق الاعداد كله الاستاذ علي تركي الاستاذ محمد الجزار الاستاذ ولاء نعمة الله الاستاذ محمد شنح الاستاذ محمد علاء بشكر الاخراج كمان الاستاذ خالد البنداري الاستاذ محمد سعودي مصطفى بكير طبعا مصطفى بكير بشكر بيبو البروديوسر العظيم بيبو وزميلنا محمد شريف ايوه كمان لازم نشكر كل الناس دي ولازم وسؤال بولو مدير التصوير طبعاً. عرفه فتحي وكل زملائنا الموجودين خلف الكاميرات ناس حقيقه بنشكرهم شكرا جزيلا وزميلنا هشام الحسيني او البروديوسر اشتغل معنا في البرنامج زميلتنا هبه امين في الاعداد لازم اشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الاستاذ تامر مرسي مهندس حسام صالح بشكر اداره سي بي سي شكرا جزيلا استاذ سمير يوسف محمد سليمان طبعا لازم اشكر استاذ محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ طبعا والمشرف العام على هذه البرامج استاذ محمود التوني ايضا مدير البرامج شكرا جزيلا لكل الكتيبه اللي بتتعب عشان نطلع كل يوم مع حضراتكم شكرا جزيلا وشكرا لمحمد سليمان شكرت سليمان طبعا حبيبنا شكرا لحضراتكم بجد يعني بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا النهارده كنا عاملينها حلقه استثنائيه علشان يعني نفتكر كده مع بعض كل الملفات اللي قريناها وكنا بنتابعها بتفاصيلها وبكل المعلومات مع الاساتذه المتخصصين وان شاء الله نكون معاكم الفتره اللي جايه بموضوعات تهمكم وباختياركم من
نشوف ايه اللي حضراتكم بتقولوه لينا وبتتمنوا ان انتوا تشوفوا معانا على شاشه برنامج من مصر، وبنكون يا رب دايما كده قد المسؤوليه. الختام بقى يعني اشكر مهندس الصوت طارق عباده عشان الحلقه دي يطلع طبعا. والله الاسماء كتيره جدا والمجموعه كبيره جدا الحقيقه، يعني مش عايزين ننسى حد، بس فعلا كل التحيه والتقدير لاي شخص بيجتهد وبيحاول ان هو يقدم الصوره لحضراتكم. احنا بنشكرك، شكرا جزيلا. الله يخليك يا عبدور ويا رب كده السنه الجايه طبعا تبقوا اعلى واعلى وبرنامجكم ان شاء الله يحقق نجاح اعلى ان شاء الله. يا رب يخليك، شكرا جزيلا ليك، شكرا للجميع، نشكر حضراتكم، شكرا دايما، كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا عمرو، وكل عام وكل طيب. عام وانت طيب زي ما دكتور وسيم الدوسي قال، كل عام وانتم طيبون. كل عام وحضراتكم بخير، تصبحوا على خير.